يقول السائل: إذا كانت الرطوبة التي تخرج من محل الولد عند المرأة طاهرا وليس نجسا، فهل تستوجب على المرأة الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها؟ نعم، الوضوء يجب بكل خارج من السبيلين، كل ما يخرج من القبل أو من الدبر فإنه ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء إذا كان بولا أو غائطا أو ماء أو سائلات تخرج، كله يوجب الاستنجاء لأنه نجس، إلا الريح، خروج الريح هذا لا يجوز الاستنجاء له، واللي يستنجي من خروج الريح هذا مبتدع. أما بقية الخوارج من السبيلين فالإنسان يستنجي منها أو يستجمر منها وينشف المحل ثم يتوضأ. نعم.